أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت
وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir pertama di Indonesia Quran At-Tartil. Quran ini sangat enak sekali karena menggunakan panduan bunyi bacaan dengan tanda warna. Insya Allah kita bisa baca Al-Quran yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi gak usah mikir mana itu ikhfa, mana itu idgham. Cukup dengan tanda warna udah bisa baca Al-Quran yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah yang kedua ada waqaf ibtidaknya. Jadi berhenti di mana, memulainya di mana. Dan juga mushaf ini menggunakan khot, huruf tulisan yang tebal. Jadi enak banget untuk dilihat ya. Beda dengan Quran yang lain yang tulisannya itu mungkin tipis-tipis. Nah, Quran At-Tartil ini tulisannya tebal banget. Jadi enak kalau untuk belajar membaca Al-Quran. Dan di sini Quran At-Tartil banyak varian warnanya. Ada warna biru, merah, pink, hijau, hitam, dan lain-lain.